السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى الجيميك. النهاردة يا شباب هنلعب لعبة المارد الأزرق. طبعا زي ما انتم شايفين يعني في لعبة المارد الأزرق، يعني طبعا هنسأله يا شباب لعيبة الكرة قدم. أيوة زي ما أنا بقول كده يا جماعة، هنسأل المارد الأزرق على لعيبة كرة قدم هل يعرفوا ولا لا. طبعا يعني عارفين يعني لعبة المارد الأزرق، بس يعني أويكم بعدين يعني. فطبعا طبعا سمعت كل الناس بيقولوا إن اللعبة دي بيسمع أفكارك. أيوة يعني لما أقول أي شخصية بيسمع أفكارك ويعرف. طبعا إحنا هنشوف يا جماعة، بس قبل نبتدي لتعمل اشتراك ولايك وتفعيل الجرس وصلى على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. يلا خلينا نبتدي يا شباب. طبعا قبل ما نروح للعبة عايز اقول لكم النهاردة هنقول الشخصية، مثلا هنقول محمد صلاح. اوكي يا شباب هنقول محمد صلاح، هنشوف هل يعرف ولا لا. يا شباب دخلنا على اللعبة يا جماعة وندوس تحداني ونشوف يا جماعة هل يعرف ولا لا. اوكي هل شخصية انثى؟ لا. هل شخصية متوزقة؟ اوكي ماشي ماشي. ايوه هل شخصية لاعب في فريق؟ انت عرفت ازاي؟ لا يا جماعة في حاجة. نعم هل شخصية لاعب في نادي ريال مدريد؟ لا. هل شخصية عربية؟ هل شخصية عربية؟ ويا جماعة اوكي نعم. لا هل شخصية لاعب صالح الفريق ليفربول الانجليزي؟ يا ويتعرف. نعم هل شخصية لديها أكثر من أخوين؟ أنا معرفش، أنا لا أعلم. هل شخصية حساسة تجاه الناس؟ إيه ده؟ أنا مش فاهم، لا، إزاي؟ هل لا تلعب شخصية في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي؟ نعم. هل الشخصية أختين؟ يا عم أنا لا أعلم والله ما أعرف. هل شخصية تحب إيه؟ النوشون؟ ايه ده؟ زي لا معرفش ايه بتقوله ده. هل تحب شخصية اللون البنفسجي؟ لا. اوه شخصية من الاصول المصرية. نعم. هل تحب شخصية اكل الرز؟ انا ما شفتش، انا ما شفتش الكلمة دي. انا اقول لا، انا لا اعلم. هل تحب شخصية شوكولاتة؟ انا ما شفتوش بياكل شوكولاتة، انا لا اعلم برضو. هل تدري شخصيات ملابس السلاطين؟ لا اعلم برضه، انا مش فاهم ايه اللي بتقوله ده. لو قدرة عالية من الامكانيات والمهارات. ايوه ايوه اي مفهوم صح. انت هتقول لي امتى محمد صلاح؟ اوه يا شباب جان محمد صلاح. اوكي اوكي ماشي حلو حلو حلو، عشان جان مهاراته كده فهو محمد صلاح اكيد يا جماعة، فهو جاو محمد صلاح. اوكي يا شباب رجعنا تاني هنا يا جماعة. طبعا عارف محمد صلاح يا جماعة. طبعا يعني بقى يعني ممكن في الاخر يعني قلت محمد صلاح بالغلط، بس يعني هو عرف لانه جال مهارات وكده واصول مصرية وليفربول وكده، فكده انا كده عارف يعني مين هو محمد صلاح. بس يا جماعة النهاردة هنقول اللاعب تاني وهنقول نيمار، هنشوف هل يعرف ولا لا. اوكي يا شباب رجعنا هنا تاني وندوس لاعب مين الجديد يا جماعة. يلا بينا بسم الله. هل شخصية انثى؟ لا. هل شخصية عربية؟ ياريت لو كان عربي ياريت، بس لا. هل شخصية ذكر؟ نعم. هل شخصية مرتبطة؟ ايوه كده. اوكي السؤال الرابع عارف ازاي كده. نعم. هل الشخصية اللاعب في نادي ريال مدريد؟ لا. هل الشخصية اللاعب في نادي باريس سان جيرمان؟ يا جماعة ده ازاي؟ احنا السؤال السادس ازاي؟ هل شخصية من الأرجنتين؟ لا لا. هل شخصية من البرازيل؟ يا جماعة لا لا. نعم. هل شخصية تصبغ شعرها؟ السؤال التاسع، انت عارف كل ده ازاي؟ نعم.
نيمار. حرام والله، والله حرام والله يا جماعه. احنا في السؤال التاسع، احنا في السؤال التاسع يعرف نيمار، انا ما اعرفش ازاي. رجعنا هنا تاني يا شباب وعرف نيمار. طبعا يا جماعه طبعا كنا هيقول ميسي، بس خلاص ما ينفعش نقوله لان كان عرف ميسي انه يلعب باريس سان جيرمان. بس النهارده هنقول ايرينج هالاند وهنشوف هل يعرفه ولا لا. رجعنا هنا تاني يا شباب ونقول بسم الله نلعب من الجديد يا جماعه. هل اسم شخصيه يبدو عربيا؟ لا، اللي انت بتقوله ده يعني حسب الشخصية اللي لعب في نادي سان جيرمان. يا عم انت على طول كده، انت على طول. لا الحمد لله. هل تشجع على شخصية نادي النصر السعودي؟ لا، هو قصدك هو 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 يعني هو بيشجع النصر. يا ريت لو كان بيشجع، بس لا. حسب الشخصية اللي لعب في نادي ريال مدريد؟ يا ريت لو لعب ريال مدريد، يا ريت. هل شخصية لاعب هجوم بكرة قدم؟ نعم. هل يلعب شخصية في الدوري الإنجليزي؟ أوكي ما. نعم أيوه. هل شخصية علاقة بفريق مانشستر سيتي؟ إحنا السؤال السابع تعرف. أوكي هشوف. هل شخصية من نويل؟ أنا عارف إنه هيقول الكلمة دي، أنا عارف. نعم. على طول جابه. إيرينج براودران. إيرينج هالاند. عرف يا جماعة إيرينج هالاند على طول. رجعنا هنا تاني يا شباب وعرف ايرينج هالاند. النهارده يا جماعه هنقول كريم بنزيما، هل يعرف ولا لا؟ بسم الله بدأنا يا شباب. اوكي هل صدق الشخصية اللي لعب في نادي باريس سان جيرمان؟ هو انت على طول كده؟ لا. هل صدق الشخصية اللي لعب في نادي من المدريد؟ في ايه يا عم؟ نعم. هل يلعب ديم لمنتخب البرتغال؟ لا. هل شخصية من البرازيل؟ لا. هل شخصية من أصول فرنسية؟ هو استنى بس. هل شخصية حارس المرمى كرة القدم؟ لا. هل فازت شخصية بالكرة الذهبية؟ نعم. هل شخصية من أصول كرواتية؟ لا. من أصول برتغالية؟ لا. هل شخصية معتزلة؟ لا. أصول مصري؟ مش واحد مصري أصلا. رقم 9. لا لا لا. نعم. هل يلعب نادي الاتحاد؟ وات ايه؟ نعم. هل شخصية جديدة في فريق؟ ايوه يا جماعة تعرف. وات ازاي ازاي؟ اوكي هو قال اصول فرنسي، هو كان المفروض هو كريم بنزيما يا جماعة اصوله جزائر. طبعا اصول الجزائر هو جاي فرنسا، فانا قلت له لا عشان هو اصوله الجزائر، يعني هو اصلا من الجزائر يا جماعه. بس عرف يا شباب. وات ده عرف ازاي؟ رجعنا هنا تاني يا شباب وعرف كريم بنزيما. قولوا لو ما تعرفوش، بس انتوا متخيلين عرف انه يروح الاتحاد السعودي؟ يعني مستحيل. فطبعا النهارده هنجيب لاعب تاني هو مش متاكد ان ممكن يعرف، هو البوجبا يا جماعه. وهل يعرف البوجبا ولا لا؟ والله بنبتدي نشوف هل يعرف ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. هل شخصية من اصول انت عرفت ازاي؟ نعم. هل صدق الشخصية اللي لعب في نادي باريس سان جيرمان؟ لا. هل شخصية تعيش في بلد ايه؟ اوروبي؟ نعم. هل شخصية معتزلة؟ لا. هل فازت الشخصية بكرة ذهبية؟ لا لا. هل شخصية زادت بالشرطة السوداء؟ ايوه متأكد يعني. نعم. هل شخصية لعب في الدوري الاسباني؟ لا. طب بس هنرجع تاني يعني من الممكن، من الممكن مش عارف ليه. هل سبق الشخصية اللي لعب في نادي ريال مدريد؟ لا. هل شخصية لعب شخصية في نادي في الدوري الانجليزي؟ لا. هل شخصية لعب في الدوري الاسباني؟ لا. هل شخصية لعب هجوم بالكوت؟ انا نسيت بوجبا هو وسط ممكن؟ لا 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 انا غلطت والله. اوكي عرفت. ايوه عرفت. هات تليفون. انا لا اعلم، انا مش فاهم انت بتقول ايه يا عم.
لا لا على مصر. رخص القيادة؟ لا لا. أيوة اللي يلعب في الدوري الإيطالي. أوكي نعم. هل بريد شخصية متوفرة؟ لا أعلم يا عم. هل تمتلك شخصية حيوان أليف مثل الكلب؟ اللي أنت بتقوله ده؟ لا. هل تصبح شخصية شعرها؟ من الممكن. حسب الشخصية اللي لعب في الدوري الإنجليزي ممتاز صح؟ أيوة نعم. هل ولد شخصية إيه؟ مرتين؟ إيه ده؟ أنا لا أعلم إيه اللي بتقوله ده؟ حتى جيت شخصية تسجيل الكرات ثابتة؟ كرات ثابتة؟ من الممكن. هل شخصية أكبر العائلة؟ أنا لا أعلم أصلا. هل شخصية تحب شركة أمازون؟ إيه ده؟ أنا لا أعلم برضه. جابوا يا جماعة يا جماعة، جاب بوجبا يا شباب. ماشي 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 اوكي يا شباب، عارف بوجبا يا جماعة. بس يكون كده كل ده فيديو يا جماعة. سألنا المعرض الازرق على لعيبة كرة قدم وعارف جاب كلهم يا شباب. بس كده ده يكون فيديو خالص. اتمنى لو عجبكم دوسوا لايك واشتركوا وتفعيلي الجرس وصلوا على النبي افضل صوت السلام يا جماعة، ومع السلامة.